دونالد ترامب هو شخص لامع للغاية، موهوب للغاية، لا شك في ذلك. إنه قائد، إنه استثنائي. عندما تأتيك الإشادة من رئيس دولة منافسة لك في كل المجالات، وليس أي دولة، هي روسيا، ليس أي رئيس، فهو بوتين، فهذا يعني أنك استثنائي، كما تحدث بوتين عن ترامب قبل 7 سنوات، وهذه الاستثنائية تحدث حتى في المشاكل. فكان أول رئيس أمريكي توجه له تهم جنائية خلال أبريل الماضي، ونتحدث هنا عن أولى المحاكمات كانت في منهاتن، وكانت تتعلق بدفع أموال لشراء صمت ممثلة الإباحية ستورمي دانييلز قبل انتخابات 2016. ثم ألف ترامب الأمر، حوصر بمحاكمتين أخريين في يونيو أمام المحكمة الفيدرالية في ميامي، والتهمة كانت متعلقة بإخفاء وثائق سرية في منزله في ماريلاغو. ثم قبل أيام كانت المحاكمة الثالثة في واشنطن هذه المرة، والتهمة التحريض على اقتحام الكابيتول والتآمر لقلب نتائج انتخابات 2020. في المحاكمة الأولى وصف ترامب المحكمة بمحكمة الكنقر، وهي محكمة صورية يتم فيها تجاهل مبادئ القانون والعدالة، وقال إن بلاده ذاهبة للجحيم. في المحاكمة الثانية وبعد انتهائها، وصف ترامب المدعي الفيدرالي جاك سميث الذي يحقق في قضيتي الوثائق وأحداث الكابيتول بالمختل. أما في المحكمة الثالثة، وصف جمهوريون في الكونغرس مؤيدون لترامب أمريكا بأنها أصبحت جمهورية موز، نفس ما قاله ترامب سابقاً. الثابت في هذه المحاكمات الثلاث هو أمر بديهي، دفع ترامب بالتأكيد ببراءته. لست مذنباً يا سيد القاضي. إنه يوم حزين جداً للولايات المتحدة، وما أحزنني ما شاهدته في طريقي في واشنطن ورؤيتي لهذه المباني والجدران المهدمة. هذا ليس المكان الذي غادرته. إذا رأيتم ما يحدث فهذا اضطهاد لخصم سياسي لم يكن من المفترض أن يحدث في أمريكا. هذا اضطهاد لخصم سياسي لديه فرص واعدة في الانتخابات. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.